ايباد تشتري ب 2000 3000 ب 7000 ريال يوصل، تسوي بكذا وتكسره وتقول الايباد عيبين حنت بسرعه، وين مخك؟ السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. راح اتكلم معكم عن الحالات المرضيه اللي وصلت لها الناس الان، انه يجي يمسك ايباد. طيب ايباد ما اتوقع انه في شيء ما ينكسر، حتى راسك ينكسر، يعني تيجي الحق ايباد تثني كذا وتقول ينكسر، يعني شيء فيزيائي انه كل ما الشيء كبر يصير سهل كسره، حتى انت اذا كبرت في العمر بسرعه تطيح لو تطيح تنكسر. فهشاشه عظام والاشياء هذه كلها راح تجيك، شيء طبيعي. يعني امسك ايباد اسوي بكذا واحنيه واقول ليش ينكسر؟ يعني كل شيء في الدنيا ينكسر لو بتتكلم، جيب اي جوال اقدر احنيه واكسره، صح كل جوال يختلف الضغط حقه، بس ان الشركات صنعت الجوال علشان تستخدمه، تتكلم فيه، تفتح فيديو، مش انك تحطه تجلس عليه ولا تمسكه وتثنيه كذا وتقول اه انكسر، هذا شيء سلبي. حتى القلم، يعني بجيب لك هذا اقدر بصبعين اكسره، جالكسي نوت القلم حقه لو اطلعه بصبعين اكسره. انا اقول الحين شركه سامسونج ما صنعت القلم كويس، ليش؟ القلم نحيف بسهوله اني يعني اي شيء في الدنيا، يعني بتقول لي ان الايباد الجديد ينحني بسرعه وهذا شيء سلبي، كل شيء في الدنيا ينحني، يعني كل شيء له قوه. الايباد القديم ايباد اير اقدر احني كذا، انا قبل ما اكسر ادري وين راح ينحني، راح ينحني بالوسط. ليش؟ لان هذا البعد الجهاز هنا راح يكون قوي. ليش؟ لان فيه الومنيوم الجهتين، هنا في النص هو المنطقه الضعيفه راح تنحني وتنكسر. راح اقول حق شركه ابل ليش سوتي المنطقه الوسطيه منطقه صناعه حقتها ضعيفه مقارنه بالزوايا. اللي بيشتري جهاز راح يشتري المواصفات اللي فيه، لا تشتري جهاز وتحطه في الارض وتجي تنقز عليه وتقول انكسر. ما في شركه صنعت جهاز علشان انك تخش بحرب او انك ترميه بذيك المسافه من المقطع في الفيديو، رفعه فوق كذا ورماه من فوق، وين بتحطه انت؟ لان لو توقف وترفع الايباد حق مسافه طويله وترميه في الارض وتقول انحنى الجهاز، شيء طبيعي راح ينحني. انت تنكسر لو تطيح بذي المسافه، انت عظمك ينكسر، الشاشه راح تنكسر، شيء طبيعي. بتقول الشاشه مو بكويسه، يعني في اجهزه ثانيه ما انكسرت والشاشه هذه انكسرت. المقارنه هذه ما بعادله، الجهاز مصنوع بالميزات اللي فيه، مش مصنوع الحرب فيه او انك ترميه. ارجع معكم بس دقيقه. جهاز ايفون 6 بلس تقريبا اول ما طلع 2014 او 2015، لا المهم 14 تقريبا، ما ابي افكر فيها لان الحين داخل نفسي اقدر ابحث او اقدر ارتب الايفون من 2 جي اللي طلع من 2007 وراح تعرف 6 اس متى طلع. الشخص اللي طلع عن الايفون هو الانبوكس ثيرابي تقريبا، قناه حقته في اليوتيوب، شخص اجنبي. طبعا ما شهر له من ايفون 6 بلس، انه مسك الجهاز وثناه بايده وانثنى الجهاز، قال الناس لا تشترونه ما ادري شنو. انا الجهاز شريته في نفس ذاك الوقت، من ذيك السنه الى الان الجهاز ما انحنى، هذا هو الجهاز. حطيته في جيبي الخلفي مثل ما يتكلمون، يعني اي حركه بتسويها جلست عليه نمت وهو في جيبي الخلفي، الجهاز نفسه ما تغير. يعني ليش اشتري جهاز بس انا اسوي فيه كذا واحنين واقول ان الجهاز فيه سلبيه وانحنى؟ ليش ابي اطلع بس سلبيات في الاجهزه؟ اوكي الماتيريال حقت الاجهزه الثانيه اقوى منها، اوكي ذا الشيء صح، لكن ما ابي انا احني بالغصب بعدين اقول اه الجهاز انحنى. انت على حجمك اذا كان وزنك 200 كيلو وحطيته تحتك راح ينحني، صح؟ يعتبر هذا الشيء مش سلبي في الجهاز، يعتبر الشيء السلبي فيك انت، انت وزنك 200 كيلو يعني تجلس على الجهاز لازم ينحني. ان شاء الله العقليات دي ما تطلع. شوف الصور ايش كثر، يعني هذا الايباد برو حنا، في الايبادات القديمه برضو انحنت بس بمجهود اقوى، لكن حنا برضو مثل ما تشوفون الصور اللي طالعه عندكم. اتمنى العقليات دي تتكنسل، يعني انا شاري الجهاز عشان استخدمه، اشوف دقه الشاشه، اسمع السبيكر حقه، الوضوح حقه، البرفورمانس حقه، استخدمه في الاخراج، استخدمه في الاشياء اللي كلها، استخدمه في الدراسه، ما استخدمه اني اجي وانحني واقول لك ليش انحنى ولا تحطه في الشنطه حقتك. استخدمت الجهاز لاسبوع الحين بدون اي ستيكر عليه، بدون اي شيء. طبعا جالي ستيكر مثل ما تشوفون من شركه دي براند، هذه الشركه، هذا الموقع حقها اللي يبقي الشركه هذه تسوي ستيكرات حلوه للجهاز. طبعا الحين ما حطيت الستيكر، الجهاز حقي ما في اي شيء، احطه في الشنطه ورا، احط معه كل شيء عندي، احط اكل لي، احط كل شيء، واجلس وانسدح واسوي كل شيء، ما صار في شيء الجهاز. في اشخاص مرضى ولا يقول لك لا تشتري جهاز، انتظر السنه الجايه ابل راح تنزل جهاز اقوى والماتيريال حقتها راح تكون اقوى. اوكي السنه الجايه راح تنزل ابل الماتيريال حقتها اقوى، شيء طبيعي، اوكي سوت الشيء، بس القديم ايش اللي فيه؟ ليش؟ اتوقع وصلت المعلومه. ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، انشر المقطع للاشخاص العقليات دي، وخصوصا المواقع اللي عندنا العربيه، بعض المواقع
اعرف مانا لما يتكلم ان الجهاز خلاه بالسلبيات انه ينحني، والله حتى الكمبيوتر اللي انت قاعد تسوي تايبنج له كاتب في الموضوع ينحني برضو الكمبيوتر حقك. انت جرب حط الكمبيوتر واجلس عليه، شوف الشاشه حقتك تنكسر وما تنكسر، وراح تطلع الكمبيوترات كلهم الشاشات حقهم تنكسر. انا الجهاز حقي هذا انا لو اجلس عليه ادري ان الشاشه تنكسر، شيء طبيعي. انا ليش شاريه عشان اجلس عليه؟ انا مو بشاري كنب ولا كرسي. المهم خل نهاية الفلوقة تنسوا الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، والسلام عليكم. ولا تنسوا نشر المقطع هذا للأشخاص اللي تعرفوهم، الأشخاص اللي أقولهم نفس هذا الشيء.